أهلا بكم إلى الموجز من الأخبار من قناة النبأ. أكد آمر السرية الثالثة التابعة للمنطقة العسكرية بطرابلس رمز اللفع سيطرة قوات وصفها بالمهاجمة على منطقة أولاد عيسى. وقال اللفع في تصريح للنبأ إن المجموعات المهاجمة قامت بأعمال حرق ونهب في منطقة أولاد عيسى. وأضاف اللفع أن قواتهم انسحبت لمنطقة جيلة وأن هذه المجموعة المهاجمة تنسب نفسها للمنطقة العسكرية الغربية وفق قوله. قال وزير الخارجية المفوض في الحكومة المقترحة محمد سيالة إن ليبيا تريد تحويل المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة بالبلاد إلى مهمة لدعم الأمن. وأضاف سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأولوية يجب أن تعطى للأمن والاستقرار، مشددا على أن هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة. ورحب سيالة بجهود البعثة الأممية بليبيا حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، داعيا كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق، ومؤكدا أن المؤسسات والسلطات القضائية الوطنية والدولية ستلاحق مرتكبي تلك الهجمات حسب تعبيره. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه تفاجأ من طلب وزير الخارجية المفوض محمد سيالة بتغيير مهمة البعثة الأممية إلى مهمة دعم واستقرار أمني. ولفت سلامة في لقاء مع قناة الجزيرة إلى أن تحول دور البعثة إلى قوات حفظ السلام يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، مضيفا أن البعثة أبلغت المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات بأن صبرها بدأ ينفد وأن التغيير لابد أن يحدث ولكن بطرق سلمية على حد قوله. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنهم يتوقعون استلام القانون المنظم لعملية الاستفتاء على الدستور من مجلس النواب خلال هذا الأسبوع. وأكد السايح في تصريح للنبأ أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إدخال بعض التعديلات على مسودة قانون الاستفتاء. وعن لقائه برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد السايح أنه ناقش مع السراج الميزانية الخاصة بتنفيذ عملية الاستفتاء وخطط تأمين العملية من قبل وزارة الداخلية المقترحة، متوقعا إجراء عملية الاستفتاء منتصف الشهر القادم. ختام الموجز، دمتم في أمان الله.